طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى مسائنا اليمني. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ وديع عطاء الصحفي معنا. حياكم الله أستاذ وديع. أهلا وسهلا. حياكم الله. في تطور لافت حقق الجيش الوطني خلال الساعات الماضية تقدما كبيرا على جبهة الساحل الغربي الممتد من ميدي وحتى اللحية، بعد نجاحه في السيطرة على مدينة ميدي، إحدى أهم المعاقل البحرية لقوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي، ومنفذ التهريب والإمداد لهذه الميليشيا طيلة الفترة الماضية. التقدم متواصل، والجيش بات على مشارف اللحية. المعركة هي جزء من خطة إحكام القبضة على المتمردين في قلب العاصمة. وبحسب تصريح مسؤول عسكري بارز، فإن الهدف هو السيطرة على محافظة حجة ومن ثم الحديدة، ما يعني قطع كل الإمدادات التي ظلت تغذي الدويلة المغلقة للحوثيين في صعدة. التقدم على الساحل الغربي توازى مع تقدم نوعي للجيش الوطني والمقاومة في الجبهة الشرقية على تخوم العاصمة صنعاء، إذ تمكنت وحدة من قوات النخبة في الجيش الوطني من نصب أول نقطة تفتيش أسفل نقيل بن غيلان. هذا التطور يضع صنعاء عمليا على مرمى الجيش الوطني، ويضيق الخناق أكثر فأكثر على الانقلابيين الذين راهنوا على معركة طويلة الأمد في أهم الخنادق المتقدمة المحيطة بصنعاء. مشاهدينا الكرام، نصحبكم اليوم إلى مقاربة أهم التطورات في الساحل الغربي وارتباطها بالعمليات المرتقبة في العاصمة صنعاء مع ضيفي في الاستوديو، وكذا ضيوفي عبر الهاتف الذين سينضمون إلينا لاحقا. قبل ذلك نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. معارك الحسم على الساحل الغربي، تقدم من البحر والبر ينفذه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، والجميع يحمل بشائر النصر القريب على فلول الانقلابيين في طول الساحل الغربي للبلاد. لا شيء يحد من عزيمة هؤلاء الرجال الذين يركبون البحر ويشقون هذه الرمال سعيا وراء إنهاء نفوذ لطالما حول هذه المناطق إلى ميدان تدريب كبير على زرع حقول الموت من الألغام، وإلى مرافئ حصرية لإنزال الأسلحة وتهريبها في زمن العصابات الميليشياوية. الإنجازات العسكرية التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة هنا تؤذن بنهاية وشيكة للميليشيا. جئنا من الساحل، جئنا البحر من الغرب. فلا شيء يفصل معركة الجبل عن معركة السهل، الهدف واحد وهو إنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء. خسارة هذه المعركة بالنسبة للانقلابيين كبيرة، الشريان الرئيسي الذي يغذي معركتهم بات مقطوعا، وانقطعت عنهم التعزيزات، وانتهت تقريبا عملية تهريب الأسلحة عبر هذه المناطق، ما يعني أن أيام دولة الحوثيين المغلقة في صعدة باتت معدودة. المعركة كانت شرسة، ما دفع بالمئات من المتمردين إلى الانسحاب في ظل وضع مربك، مخلفين وراءهم كميات هائلة من الأسلحة وأسرى تفصح اعترافاتهم عن كم التجهيل الذي مارسته الميليشيا على أمثال هؤلاء وأسرهم قبل أن تدفع بهم إلى معركة يائسة ومصير محتوم. من ميناء ميدي إلى رأس حبل هي المنطقة التي سيطر عليها الجيش الوطني وبات على مشارف مدينة اللحية، ميدان يتسع أمام تقدم الجيش الوطني والمقاومة، ويكاد يطوي آخر الأوراق السوداء من عمر الميليشيا في هذا الساحل الممتد عبر الأفق. ثمة معركة موازية يخوضها الجيش لنزع مئات الألغام التي زرعتها الميليشيا في ميدي وفي عدد آخر من المناطق التي استعادها الجيش. هذا السلاح المحظور عالميا استعاد دوره في عهد الميليشيا، ولكن إلى حين. هدف التحرك العسكري في هذه المناطق بحسب قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء عادل القميري هو السيطرة الكاملة على محافظة حجة، تليها محافظة الحديدة الساحلية، كيف لا وقد عزم الجيش على إنجاز مهمته انطلاقا من هذا البحر وعبر الصعود إلى هامات هذه الجبال. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا لهذا اليوم. أرحب بك من جديد أستاذ وديع. ما هي أبرز آخر مستجدات الأوضاع في الساحل الغربي، تحديدا حرض ميدي تحديدا، وكذلك انتقالا جنوبا إلى الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم لتسليط الضوء على ما تحققه المقاومة التهامية والجيش الشرعي المساند للشرعية الوطنية في المحور الغربي، خاصة في المنطقة الخامسة. بداية كذلك أترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا ويرون يعني دم اليمن بدمائهم لنصل إلى مستقبل أفضل، وكذلك نطلب الشفاء للجرحى. حقيقة ما يعني اليوم آخر المستجدات هي أنه تم إعلان المنطقة إعلان ميدي منطقة عسكرية لانطلاق كافة العمليات العسكرية التي يفترض أن تنطلق لتحرير كافة المحور الغربي الذي يقع في إطار المنطقة الخامسة.
ميدي تمثل أهمية عسكرية استراتيجية بالنسبة للحلم أو الوهم الحوثي الذي كان يتوهم أنه سيقيم دولة محدودة في حجة وفي تمتد من صعدة إلى حجة وتكون ميناءها ميدي، إلا أن رجال المقاومة ورجال الجيش الوطني قطعوا عليه هذا الحلم وبددوا هذا الوهم بالسيطرة على ميدي بشكل كلي. واليوم ها نحن نسمع قبل ساعات أو قبل ساعة من الآن إعلان ميدي منطقة عسكرية ستنطلق، ستكون هي يعني فيها غرفة عمليات قيادة العمليات العسكرية الرئيسية والاستراتيجية لتحرير بقية التراب التهامي ولتضييق الخناق كذلك على الانقلابيين الذين يسيطرون على المحافظات الملاصقة المتاخمة للتهامة الملاصقة لصنعاء خصوصا حجة والمحويت وصولا إلى ريما وبالتالي التفاف على صنعاء بالتوافق مع الجبهة التي تطلق. كيف يمكن ربطها مع التقدم الحاصل في الجبهة الشرقية لصنعاء بنهم ومجورها؟ حقيقة هناك انهيار معنوي ملموس لدى قيادات كثير من القيادات الميدانية للحوثيين، تم رصد عشرات من الحالات الهروب للقيادة الميدانية تترك بعدها قطعان الحوثيين المجندين، إما جثثا تأكلها الكلاب أو جثثا مرمية لا يبحث عنها أحد، بينما القيادات تفر وتهرب يعني خائفة من المصير الذي قد يواجهها. الموقف الحرج الآن يواجه كثير من المتحوثين الذين ذللوا الصعاب وفتحوا الطرق وفتحوا الأبواب للحوثيين لكي يقتحموا صنعاء ويقتحموا حجة ويقتحموا المحويت وذللوا لهم دخول الحديدة. اليوم كثير من القيادة الحوثية أو المتحوثة من قيادة المؤتمر الشعبي العام باتوا يحسبون كل حركة يعني وكل صيحة عليهم، لأنهم هم الأعداء لهذا الوطن الحقيقي، هم الذين سهلوا لهذا الانقلاب وسهلوا الانقلابيين التغلغل والسيطرة على الشعب الذي يعني الذي سقطت منه الدولة على حين غرة من التاريخ. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن الشريط الساحلي الغربي لليمن تقريبا ما يقرب من 300 كيلومتر، من يستفيد منه عسكريا، الجيش الوطني أم الميليشيا بشكل أكبر؟ في ظل السيطرة العسكرية الآن للميليشيا لا تزال الميليشيا تبسط نفوذها على كثير من هذا الشريط الساحلي الذي يمتد من ميدي إلى المخا. وبالمناسبة يعني تهام الجغرافية تختلف في تعريفها عن تهام الإدارية التي هي الحديدة، بحيث أنه أكثر من حوالي 6 مديريات من حجة تعتبر من تهامة جغرافياً إلى المخا والوازعية تعتبر من تعز كذلك تهامة. وبالتالي فإن هذا الشريط بامتداده الطويل يحتاج كان الى كثير من يعني من التامين ايام يعني ما قبل السقوط وما قبل الانقلاب. الان هذا الشريط اغلبه مع الحوثيين بحكم السيطره بحكم حركه التهريب التي باتوا الان يحركونها من والى الساحل الغربي الساحل الغربي الى السواحل الافريقيه ليستخدموا بعض المسلحين ليستخدموا بعض الاسلحه ليستخدموا بعض الممنوعات او بعض ما يسمى بعض المواد المحروقات التي أصبحت تدخل الآن كانت تسمى تهريب فيما قبل ما يسمى بقرار التعويم الآن أصبحت تأتي ويستغل في هذا السياق ميناء رأس عيسى وميناء الصليف وميناء الخوخة وكثير من الموانئ وميناء الخوبة كذلك في اللحية وميناء ميناء بكلان في اللحية لاستقبال كثير من السفن والزوارق التي تهرب هذه المواد. نعم يعني هو أحد الموانئ المهمة في هذه الجغرافيا. طيب أستاذ وديع ننتقل الآن أو ينضم إلينا الآن العقيد أويس منصر القيادي في المقاومة التهامية. مساء الخير سيادة العقيد. أويس. نعم السلام عليكم. حياكم الله وعليكم السلام. سيادة العقيد تم تشكيل لواء جديد وفتح باب القبول و التسجيل للمجندين الجدد من قبل أبناء تهامة تحديدا، ما مقدار إقبال المتطوعين للانضمام إلى هذا الجيش؟ والله إقبال المتطوعين كثير جدا وبكثافة لم نكن نتوقعها نحن حتى أبناء المنطقة، فهناك اندفاع كبير من الشباب للالتحاق بالقوات المسلحة وأيضا بشرف الدفاع عن الإقليم التهامي بشكل عام. طيب هل ستشارك؟ أما أنطق يعني تكوين اللواء أو من كم يتكون اللواء، فاللواء من 2000 فما فوق. هذه القوات ستشارك في تحرير البلاد بشكل عام من الميليشيا بطبيعة الحال أليس كذلك؟ نعم هذه القوات يعني التي تم تجنيدها ويتم
إلى الآن هم يعني من أجل يعني تحرير الإقليم السهامي والمشاركة في تحرير الوطن كاملا. طيب إذا ما انتقلنا بمواكبة مسجدات اليوم سيادة العقيد، تحرير ميدي بهذا الشكل وإعلانه كمنطقة لبدء العمليات العسكرية لتحرير بقية الأراضي المتاخمة لحدود هذه المنطقة، ما هي أهميته الاستراتيجية بالنسبة لكم؟ بالنسبة للميناء ميدي ميناء استراتيجي هام جدا، وكان يستغله الميليشيا الحوثي في استخدام الأسلحة التي تأتيهم من إيران، وكان يمثل لهم أهمية كبيرة بالنسبة للميليشيا، ولذلك يعني بل بالسيطرة على مديرية ميدي وتطهيرها وكذلك يعني تحرير الميناء من قبل يعتبر خطوة هامة جدا وقاسمة لظهر الميليشيات. طيب يعني بشكل عام ما هي التحديات التي تواجه الجيش الوطني والمقاومة في ميدي في الساحل الغربي عموما؟ والله إلى الآن يعني هناك ليست هناك أي تحديات كبيرة إلا وزروع يعني زرع الألغام يعني تعيق شيئا ما تقدم الجيش يعني بالشكل المطلوب، لكن هناك الآن يعني استراتيجية جديدة ممكن إن شاء الله بإذن الله من خلالها يتم تطهير المنطقة من حقول الألغام، وكذلك أيضا تمكن الجيش من التقدم، حيث قد استطاع الجيش بحمد الله السيطرة على مناطق واسعة ومن أهمها يعني قطع الخط ما بين حرب وميدي. طيب يعني باعتبار أن هناك تطورات في الساحل الغربي في ميدي وغيرها، هناك تطورات أيضا في المنطقة الشرقية بشرق صنعاء، هل هناك نوع من التنسيق بينكم وبين القيادة العسكرية هناك بغرض القبض أو يعني إحكام القبضة على المتمردين أو الميليشيا في صنعاء؟ والله هذا الأمر يبنى يعني أو يدور ما بين القيادة الكبيرة التي هي أعلى منا في السلطة، ولا شك أن هذا التنسيق جاري. إذن أشكر يعني ما بين نعم. تفضل سيادة العقيد. أقول إن شاء الله أنا أعتقد على أن التنسيق جاري ما بين القيادات يعني العاملة في كل الجبهات. طيب سيادة العقيد، أنت تحدثت عن إشكالية يعني بسؤال أخير، تحدثت عن إشكالية الألغام، هل تم تزويدكم بما يكفي من المعدات لتجنب الإشكاليات؟ وهي إشكالية يعني كانت تواجه المقاومة والجيش الوطني بكثير من الأماكن التي حررت. نعم والله إلى الآن إذا يعني في تنسيق على أساس يعني وصول كاسحة ألغام إن شاء الله بإذن الله أن تصل في الوقت القريب، وأيضا هناك فرقة تم تدريبهم أيضا يعني وتجهيزهم يعني كمهندسين ألغام يعني الفك الألغام. إذا شكرا لك القيادي في المقاومة التهامية العقيد أويس منصر، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ وديع، يعني هناك تحديات كثيرة للجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي كما كانت تحديات في الكثير من المناطق، برأيك أنت هل الجيش والمقاومة وفق الإمكانيات الموجودة لديهم قادرين على تجاوزها؟ حقيقة أقوى سلاح يمتلكه رجال المقاومة والجيش هي العزيمة والرغبة والإصرار على تحرير كل التراب اليمني من سيطرة الميليشيا. هذا أقوى سلاح نحن نعول عليه أصلا كشعب. ثانيا، أقوى التحديات التي واجهت المقاومين سواء في مارب أو في عدن أو في المناطق أو في الضالع أو في أي مناطق فيها مقاومة، والآن هناك في حرض وهناك في ميدي كذلك، لا تزال هناك جيوب تم اكتشاف كثير يعني مئات الألغام مزروعة بشكل عشوائي وبشكل وحشي، يعني بشكل يعني تستطيع أن تقول بأن الحوثي حينما ينسحبون من أي مكان ينسحبون وفي ذهنيتهم ما يسمى بالأرض المحروقة، يريدون أن يحرقون كل شيء، حينما ينسحبون من هزومين أو مدحورين من أي منطقة يحرقون يدمرون يفجرون ثم يزرعون الألغام، وبالتالي هم لا يعبؤون بمن سيموت بهذه الألغام. لكن الاحتياج القائم الآن حاليا فقط أن تزود المقاومة بما يكفي من الآلية يعني من الآليات الكاسحة فعلا للألغام، ليست الآليات التي تحسب بأنها كاسحة للألغام بينما هي تعطب بين من أول تجربتين أو ثلاث تجربات، بحاجة إلى معدات آلية حديثة
تستطيع أن تتعامل بقوة ومتانة مع الألغام، وخاصة وأن كثير من الألغام بعضها يعني كثير من الألغام مستوردة، يعني هم بحاجة أيضا إلى تزويدهم إلى تزويد كثير من الأفراد المقاومة بدورات كافية لتؤهل كثير منهم ممن بحاجة ليمتلكوا الخبرة والدراية الكافية لكشف هذه الألغام. هل تعرف أو هل تعلم أنت والسادة المشاهدون بأن كثير من الضحايا والشهداء الذين يسقطون في أرض المعركة لا يسقطون برصاص الحوثي بقدر ما يسقطون بهذه الألغام التي تزرع بشكل همجي؟ وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تركز إدارة قيادة التحالف بالتحديد استخدام الأباتشي واستخدام الآلية في الميدان في حكاية تنظيف الأرض من الألغام المزروعة بشكل فوضوي. طيب إذا ما جئنا إلى يعني نتحدث حول الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي، لماذا جاء الحوثيون إلى هذه المنطقة تحديدا؟ الحديدة تمثل أهمية وطنية للجمهورية اليمنية بكلها، فهي تغطي أكثر من 41% من إجمالي الناتج الوطني أصلا. ثانيا إجمالي الضرائب والجمارك التي تحصل من هذا الميناء يتجاوز 2 مليار يعني في الشهر، أو يعني وإضافة إلى ضرائب القاتل التي تحصل يوميا. أضف إلى ذلك بالاستفادة من الشريط الساحلي الطويل لتبادل صفقات الأسلحة التي تأتي من القرن الأفريقي عن طريق وسطاء، تمام طبعا ربما يكون في إريتريا وربما يكون في الصومال وربما يكون في جيبوتي والله أعلم، لكن الثابت والمؤكد بأن كثير من ربابنة التهريب يديرون كثير من صفقات التهريب للأسلحة والمواد البترولية والمشتقات النفطية التي تدخل بشكل غير شرعي لتمول كثير من الـ من الـ من الـ من الـ 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 الإدارات العسكرية المحلية التي مثلا تقع في جنوب تهامة لتزويد شمال تعز، خصوصا كجبهة ملتهبة. مناطق جنوب تهامة تستخدم استخدام غير سيء، يعني باستخدام سيء نتيجة استغلال بعض المساحات الفارغة فيها والتي لا تتواجد فيها الشرعية إما بشكل عسكري أو حتى طيران التحالف التي لا يغطيها بشكل جيد كذلك، وبالتالي يأخذون راحتهم في تدريب أفرادهم القادمون من حجة والقادمين من إب والنازلين كذلك من صنعاء عبر خطوط الحديدة صنعاء، يلقون معسكر التدريب في جنوب تهامة وبالتالي يتم تزويد جبهة تعز من هذاك المكان. أضف إلى ذلك بأن هناك في جنوب تهامة كذلك وأخص بالذكر حيس والخوخة وهذه المناطق التهامية من 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 من, من, من تعز معسكرات لإعداد المقاتلين الذين يذهبون إلى تعز أو لتخزين كثير من الأسلحة التي تستخدم في معركة تعز. أضف إلى ذلك بأن الساحل الغربي كذلك مزروع بآلاف أو بعشرات الآلاف من النخيل الذي يغطي على كثير من الأسلحة التي استخدمت أو أخفيت بشكل يعني ذكي تحت هذه الغابات. طيب سنعود إلى التحدث عن أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية والعسكرية، لكن ينضم إلينا الآن مراسلنا من ميدي علي جعبور. مرحبا ومساء الخير علي. حياكم الله علي، ما هي آخر تطورات الميدانية في ميدي الآن؟ نعم، ما هي آخر التطورات الميدانية اليوم أو الآن في ميدي؟ آخر تطورات قبل قليل الليلة أخبرت جهة المنطقة الخامسة في ميدي بيانا يفيد باستكمال تحرير ميدي، وهناك تطورات على الأرض، هناك بعض المواجهات في مناطق قريبة من ما بعد ميدي. هل هناك أي معلومات باعتبار أن هناك مواجهات، هل هناك عن أي معلومات عن إلى أين ذهب الحوثيون الذين كانوا متواجدين في المديرية؟ الحوثيون عادة يرجعون إلى المزارع القريبة من ميدي، هناك مزارع الخضرة ومزارع الجر في عز يتجهون إليها، وصلتنا بعض المعلومات من هناك من السكان القريبين من ميدي أنهم شاهدوا بعض السيارات الحوثية والأفضل تتجه من ميدي مباشرة إلى من المناطق فيما بعد ميدي إلى العبس وإلى المزارع البعيدة عن ميدي. طيب هل هناك أي إحصائيات عن أعداد القتلى في المواجهات؟ لم تزود مزيدة منطقة أي إحصائيات إلى الآن، لكن
المعلومات التي وصلتنا من السكان المحليين في المناطق التي وراء ميدا ان القفله قفله سجين كثير وانهم شاهدوا بعض السيارات تحمل القفله ودرخاء كبيرين، لكن لا توجد احصائيه محدده لهم الى الان. اشكرك شكرا جزيلا مراسل قناه بلقيس من ميدي علي جعبور، كنت معنا عبر الهاتف. استاذ وديع، كنا نتحدث عن الاهميه الاستراتيجيه للساحل الغربي، يعني كيف سقطت الحديده بشكل عام بايدي الحوثيين؟ سقطت الحديده بفعل التسهيل الذي حصل من قبل قيادات المؤتمر الشعبي العام المتغلغل في المجتمع التهامي بشكل واسع. الحديده تتكون من 26 مديريه، 34 دائره انتخابيه، 32 منها او 33 منها تتبع المؤتمر الشعبي العام. هناك يعني استغلال حقير للوضع المعيشي المتردي للمجتمع التهامي، بحيث ان المشايخ التابعين لعلي عبد الله صالح ساموا الناس سوء العذاب، استخدموهم واستغلوهم بشكل مهين، وجعلوا منهم عباره عن تابعين لهم، خصوصا يستخدمونهم في الانتخابات، يستخدمونهم للتجيش، يعبنونهم تعبئه خاطئه ضد الاحزاب المناوئه للمؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام في اطار تحالفه الحقير مع الحوثيين تعامل بشكل لا اخلاقي في اسقاط محافظه سلميه وسماح لكثير من قطعان المسلحين الذين نزلوا يعني من شمال الشمال بقيادة الحوثيين والمتحوثين من عمران ومن حجة ومن صعدة، نزلوا بشكل يعني مهين، يتعاملون بكثير من الاستكبار، بينما المجتمع التهامي بسيط بإمكانك أن تتحكم معه بالكلمة الطيبة. هناك ما يشبه الحصالات المتحركة التي يمثلها مشرفي الحوثي في كثير من المديريات. في كل مديرية من تهامة هناك ممثل للحوثي يجبي يعني يقوم فقط للجباية، يستلم ما يسمى بالمجهود الحربي، يستلم ما يسمى بالتسهيلات على أساس أنه يسهل مرور كثير من الاحتياجات التجارية لتجار هذه المناطق التي يسيطرون فيها. حقيقة لولا وجود المؤتمر الشعبي العام في الحديدة لما وجد الحوثي أي حاضنة تستقبله، وحتى الآن لا أستطيع أن أقول بأن هناك حاضنة يعني للحوثي داخل الحديدة، لأن المجتمع التهامي بشكل عام يعني مجبول على 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 الفطره السليمه والسلميه كذلك، التي لا تقبل السلاليه ولا ولا ولا, ولا ثقافه البطنين وثقافه التمييز السلاليه والعنصري ابدا. وبالتالي فان الحديده فيها حاضنه جاهزه اصلا، اذا ما توفرت قياده وتوفر دعم حقيقي فان الحاضنه الحقيقيه موجوده جاهزه للتحرك مع المقاومه. حاضنه لمن؟ للمقاومه. حاضنه للمقاومه للمشروع الوطني. للمشروع الوطني طبعا اكيد. الحوثي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يقال بان له قبول في اتهامه، ليس لم يجد من 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 يسهل له او يطبع له العلاقه في اتهامه الا قياده المؤتمر الشعبي العام. ليس هناك من مديريه في المؤتمر يعني في الحديده او في اي محافظات بشكل عام الا وكان لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام وقياده المؤتمر الشعبي العام على مستوى المراكز وعلى مستوى عقال حارات الا قامت بتسهيلات لهؤلاء الحوثيين. وبالتالي فان يعني الثار الذي يفترض ان يقوم لنا كشعب ليس مع الحوثي فقط بقدر ما مع الخونة الذين باعوا اليمن لمثل هذه العصابة التي نزلت. يعني هو نحن نطلب العدالة بشكل عام لكل أبناء الشعب اليمني، لكن أريد أن أسألك بشكل خاص عن التركيبة المجتمعية سواء القبائلية أو القبلية هناك في تهامة، كيف هي وهل يستفيد الحوثيون من اللعب على هذه الأوتار في تعزيز تواجدهم هناك؟ الحوثيون تواجدوا في تهامة بشكل كبير في الاعتماد على مراكز النفوذ ومراكز القوى القبلية والاجتماعية والتجارية والسياسية كذلك. هذه مراكز النفوذ تم تصنيعها على مدى عقود من حكم علي عبد الله صالح. هناك مشايخ تم بناؤهم بالمال، هناك يعني قيادة النفوذ كذلك تم صناعتهم بأن دعموا تجاريا ليصبحوا أصحاب رؤوس مال، وبالتالي أصبح كل منهم له من يتبعه أو له من يسهل له تنفيذ أوامره. التركيبة الاجتماعية القبلية هي بسيطة متماسكة، لكنها ليست يعني في التماسك العسكري الذي قد يجعلها تنضوي في إطار قيادة يعني قيادة مقاومة واحدة. لكن إذا ما حمل الزرانيق ممثلة بقيادتهم بقيادة الشيخ يحيى محمد منصر وأخيه العقيد أويس منصر، وأنا أوجه لهم التحية ولكل قيادة البطلة على الأرض في اتهامة، فإن الشعب يعني في اتهامة مستعد للتحرك بشكل كبير. الزرانيق ساموا الحوثيين سوء العذاب وكونهم بالمرصاد في أمل تجربة من تجارب المقاومة. يعني تخيل أنهم بسلاحهم العادي وفي غضون 48 ساعة فقط تمكنوا من 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 أن يسقطوا أكثر من 60 قتيل من الحوثيين وبأن يغنموا دبابة.
تخيل ناس ليسوا مدربين وليسوا أي شيء، لكنهم بالفطرة قناصة وبالفطرة مواجهين وبالفطرة أشداء، بحيث أن الواحد منهم قد يمشي وهو حافي ولا وليس عليه إلا ما يستره، لكنه يمتلك من العزيمة والشجاعة ما يستطيع أن يستهين بمواجهة حتى دبابة. لكن حينما يكون المقاتل التهامي بشكل عام والزرنوقي بشكل خاص، يعني خالي الوفاض ليس معه حتى رصاصة، فمن يعني فمن الحماقة أن يواجه ترسانة، يعني ترسانة جيش دولة نهبت بأيدي الحوثيين والمتحوثين، أن يواجهها وهو أعزل. لذلك وجدت قيادة الزرانيق أن من الحكمة بمكان الانسحاب للاستعداد لمعركة الإياب، وبالتالي فالعودة من بوابة اللحية، واللحية بالمناسبة هي أول مديرية من مديريات محافظة الحديدة شمال. التي سيعود إليها شمال محافظة الحديدة التي ستعود منها قيادة الزرانيق. والآن الشيخ أويس بشرنا ويعني بمعلومة رائعة، وهي أن هناك إقبال لم يكن متوقعا من شباب تهامة. هناك كثير من الشباب يعني يضطرون لسلوك كثر يعني كثير من الطرق الوعرة للوصول إلى هذه، يتشوقون يعني بشكل كبير للالتحاق بمعسكرات التدريب التي نحن في تهامة بالنسبة لنا هذه المعركة معركة إعادة اعتبار، وليس لنا أكثر ما هي إعادة اعتبار للوطن. وبالتالي نحن في تهامة بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار للقوة التهامية، للشخصية التهامية التي تستطيع طيب أن تكسر شوكة هذا الانقلاب وتكسر شوكة كل غازي. سنعود للحديث عن المقاومة التهامية إذا ما صح التعبير، أو الحراك التهامي، أو أي مسمى يصف المقاومة التهامية. لكن قبل ذلك نتوجه وإياك والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، نعود بعده مشاهدينا لاستكمال نقاشنا. ابقوا معنا. اجتمعوا أهلها من كل حدب وصف ومن يناصرهم على هذا المنهاج، ونحن عند حسن الظن بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود لاستكمال النقاش. أستاذ وديع، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن تهامة، عن المعاناة التهامية التي كانت موجودة، تتحدث الآن عن وجود مقاومة تهامية كانت تسمى ربما سابقا مظلومية تهامة. ما هي هذه المظلومية التي تحصل في تهامة من قبل الهضبة الشمالية إن صح التعبير؟ هي لم تكن تسمى، يعني هي لا تزال المظلومية التهامية والقضية التهامية لا تزال قائمة، لأنها هي من أقدم القضايا المظلومية الوطنية التي تعود إلى عام 1918 أو 1922 منذ أن سيطر الإمام يحيى على 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 عاصمة الزرانيق التي هي بيت الفقيه. وبالتالي فإن المظلومة في تهامة يتم توارثها مركزيا عبر الحكم في صنعاء، يتم توارثها منذ عهد الإمام يحيى إلى من بعده، حتى في عهد الجمهورية كذلك. لم تجد تهامة حتى الآن من ينتصر للمظلوم فيها، لم ينتصر الإنسان فيها، لم يعد الحقوق ولم يعد الكرامة حتى للأرض. لا تزال تهامة حتى اليوم تنزف من 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 أرضها ومن إنسانها كذلك. لا تزال هناك كثير من حالات من الضحايا الذين يسقطون بالمرض، وهناك من الضحايا الذين يطحنهم الفقر، هناك كثير من يستقبلهم رصيف البطالة، هناك كثير. يعني تهامة معروفة بأنها تعتبر يعني من أكثر المحافظات التي توجد فيها نسبة بطالة تقريبا أو نسبة فقر. أضف إلى ذلك بأن الحرب القائمة الآن حاليا أو ما يسمى بعاصفة الحزم يعني أوجدت نوع من البطالة الإضافية التي يعني تسببت فيها حالة الحصار البحري المفروض من قبل ميليشيا أو من قبل أو فرضتها حالة الحرب التي هي قائمة. فئة الصيادين التي أتمنى أن تسلطوا في المساء اليمني الضوء عليها، فئة الصيادين أكثر فئة بحاجة إلى أن نسلط عليها الضوء. يعني أكثر من 250 ألف نسمة من أبناء محافظة الحديدة من فئة الصيادين حرموا من 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 المصدر الرئيسي لمصدر الرزق. اليوم يمارسون الحطابة، وبعضهم باع كل ما يملك حتى يعيش.
للأسف أتمنى من منظمات المجتمع المدني الإغاثية والإنسانية سنعود إلى النقطة الإنسانية في محافظة الحديدة، لكن قبل ذلك دعنا نرحب بوكيل محافظة حجة الأستاذ ناصر دعقين معنا الآن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور، أهلا وسهلا وحيا الله بك. حياكم الله أستاذ ناصر. يعني بعد تحرير ميدي وإعلانها منطلقا لعمليات الجيش الوطني العسكرية، ما المتوقع خلال الأيام القادمة؟ شكرا لك أخي العزيز. بالنسبة للجيش الوطني، نبارك أولا للشعب اليمني العظيم على هذه الانتصارات الكبيرة والجبارة التي قام بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة ميدي وحرب، والآن إن شاء الله وجهت وعينها نحو التحرير لبقية المناطق وهي حفر، وإن شاء الله استكمال أيضا تحرير حرب، وهم على مشارف اللحية مديرية، أي هي تعتبر مديرية من مديريات محافظة الحديدة، والأمور طيبة ومبشرة بخير، والنصر قادم بجود الله وكرمه، والجيش الوطني مستنسل وقدم كل البطولات والتضحيات من أجل التحرير والنصر إن شاء الله. أستاذ ناصر، إذا ما تحدثنا عن المقاومة التهامية الآن أو مقاومة الساحل الغربي بشكل عام، أين تتواجد؟ المقاومة الشعبية متواجدة على مستوى المحافظات الأربع الإقليم تهامة. المقاومة الشعبية قدمت التضحيات الجثام وقدمت كثير من البطولات، ما أجعلت وأضعفت جماعة الحوثي العصابة المتمردة في كثير من المناطق في الطرقات، استنزفت استنزاف كبير، جعلت يعني عاقت حركة تقدم وإمداد الحوثي في مناطق كثيرة، سواء في حجة وفي الحديدة وفي ريمة وفي المحويت وفي كل المناطق. لكن إن شاء الله مع أن يلتحم الجيش في المناطق التي سوف يتم تحريرها في حجة وفي الحديدة، سيلتئم المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني، وإن شاء الله سنسمع انتصار كبير، لأن تحرير إقليم تهامة هي بوابة كبيرة لتحرير صنعاء بإذن الله تعالى. نحن عيننا لتحرير صنعاء بإذن الله تعالى. أستاذ ناصر، طيب يعني هناك ثقل سكاني كبير للساحل أو مناطق الساحل الغربي، إذا ما صح التعبير، إقليم تهامة بشكل عام، هل يمثل هذا الإقليم نقطة يعني إضافية، أو إذا ما صح التعبير نقطة تعول عليها في تحرير بقية المناطق؟ لا نتحدث فقط عن صنعاء وما جورها، بل نتحدث عن بقية المناطق التي ترزح تحت حكم الميليشيا، مثلا صعدة أو ما شابه. شوف يا أخي العزيز، المناطق الغربية هذه مناطق شاسعة وكبيرة، والقوة البشرية في إجلاء سبحانه وتعالى ما هي صنع الجيش، القبائل، الشباب، الرجال، المخلصين، هذه المناطق يا أخي العزيز استغلها الحوثي المتمرد، أرهب الناس فيها، لكن قاوموا كل الرجال الأحرار الأبطال، قاوموا الحوثيين، والآن إن شاء الله منتظرين لدخول الجيش لتحرير هذه المناطق. تحرير إقليم تهامة يعني لنا الكثير، أولا قطع الإمداد لصعدة سواء كان عن طريق البر أو طريق البحر، قطع الإمداد البشري والعسكري الذي يمد ميليشيات الحوثي في المناطق الأخرى، قطع إعاقة الحوثيين وقياداتهم في كل المناطق وفصلها بإذن الله تعالى. حجة والحديدة وإريمة والبحر يمثل مهمة كبيرة ومفصلية على مستوى الوطن بشكل عام، لأنها تهامة هي السلة الغذائية لليمن، موقع استراتيجي واقتصادي بحري وبري كبير، ماهوش بسيط ولا يستهان به، فالاهتمام في تحريره وان شاء الله سبحانه وتعالى جاد المقاومه الشعبيه مع الجيش الوطني جادين لتحرير هذا الاقليم باذن الله تعالى، سيكون نقله نوعيه جديده لنحو التحرير على مستوى الوطن.
يعني إذا ما تحدثنا عن أن محافظة حجة كانت من أوائل المحافظات التي إذا صح التعبير اكتوت بنار الحوثيين وكانت هناك كثير من المواجهات معهم، ما هو مقدار الرفض أو القبول الشعبي في المحافظة للحوثيين؟ المجتمع في محافظة حجة، القبائل، الرجال، الناس، المواطنين، أبناء المحافظة بشكل عام يا أخي العزيز والله يرفضوا تواجد ميليشيات الحوثي في كل مكان. كان لا الحوثي أوجد إرهاب وأوجد مشاكل، أعاك المجتمع، نهب المال، نهب ضيع الحقوق، سعى في الأرض الفساد، لا مستقبل مع الحوثي. ولذلك السخط الكبير والسخط الشعبي والرفض الاجتماعي والقبلي والسياسي والأحزاب الجميع على مستوى المحافظة بشكل عام، يا الآن رفض كبير، وإن شاء الله سترى في الأسابيع القادمة هناك بإذن الله ستكون هناك انتفاضة، وسيكون هناك رفض كبير، وسيكون هناك دعم ومساندة لهذا الجيش وهذه المقاومة وتحريرها بإذن الله. نأمل من هذه المحافظة أيضا، لأنها محافظة مسالمة ومحافظة مدنية، محافظة تؤمن بالدولة، تؤمن بالنظام والقانون، ترفض العصابات المسلحة. لا مستقبل مع هذه الجماعات المسلحة، المستقبل للوطن، المستقبل للأحرار، وهم ينتظرون لدخول الجيش إن شاء الله، وسيكونوا من أوائل المستقبلين والمرحبين والمؤيدين لهذا الجيش بإذن الله تعالى. طيب بسؤال أخير أستاذ ناصر، إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني في محافظات إقليم تهامة بشكل عام، كيف هو، كيف هي معاناة الناس هناك؟ والله الوضع مأساوي جدا، سواء كان في وضع المشتقات النفطية الذي لا زالوا يستخدمون الميليشيات المسلحة المحطات البترول وغيرها لبيع البترول بالسوق السوداء لخدمة ما قلت من المجهود الحربي وما غيره، والجانب الإنساني والاقتصادي والمعيشي والأسري. نأمل إن شاء الله إلى أن الناس تستجيب وإلى المجتمع يستجيب، وأن الجميع إن شاء الله سيكون دخول الجيش بإذن الله تعالى سيكون هناك مد وعون، لأن الجيش تحرير الوطن وتحرير المحافظة وتحرير الإقليم سيقابل إن شاء الله المد والعون والإغاثة، بحيث أنها توصل إلى الناس إلى مستحقيه، لأن هناك نازحين سواء كانوا في القرى أو في المدن، وهناك حالة اقتصادية صعبة جدا. ولذلك على الجميع وعلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية بإذن الله تعالى أن تكون لها الدور الفاعل والكبير في إغاثة الناس. أشكرك إذن شكرا جزيلا وكيل محافظة حجة أستاذ ناصر دعقين، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ وديع، يعني إذا ما تحدثنا عن أسباب، يعني بنقطة أخيرة لكي نختم المحور، عن أسباب تأخر تحرير إقليم تهامة بشكل عام والسواحل الغربية بنقاط، ما هي أبرز هذه الأسباب؟ أبرز الأسباب هو التباطؤ من قبل القيادة المركزية للتحالف العربي، هذه أبرز الأسباب باختصار. يعني هناك تقديرات تفترضها القيادة المركزية للتحالف العربي في حربها ضد الحوثيين وضد ما أسقطوا الشرعية في اليمن، هي التي أخرت يعني هنا هذه التقديرات للأسف بناء على معطيات على الأرض. يعني نحن بطريقة أو بأخرى تدفع، يعني يعتبر بعض القيادة اليمنية سببها، هذه التي أخرت الحسم في تعز، والتي أخرت وصول المقاومة إلى 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 إلى, إلى, إلى تهامة بشكل عام. الحاضنة الشعبية موجودة، لكن لا ينبغي ألا تغيب حينما نتحدث عن 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 غياب أو تأخر المقاومة وغياب الحسم، ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا حكاية أن الذين يشنون الحرب ضد الشعب هم من يمتلكون يعني سلاح جيش. هناك سلاح دولة سقط بيد عصابة وبيد جيش مدرب دربوا علي عبد الله صالح مدة 33 سنة أو 35 سنة، اليوم يستخدم ضد هذا الشعب الأعزل الذي لم يعد بيده إلا سلاحه الشخصي. وبالتالي فإن الاعتماد على الله أولا، ثم على قيادة التحالف بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز في تعزيز أو دعم هذا رجال المقاومة الشعبية في كل المحافظات وبشيء من الثقة كذلك. أما الدعم المتردد هذا يؤدي إلى تأخر الحسم ويؤدي إلى تأخر النصر. وبالتالي يفترض ألا يغيب عن أذهان إخواننا في الخليج بأن من يدفعون دماءهم من الشهداء أو الجرحى في اليمن إنما يدافعون عن مستقبل، ليس عن مستقبل اليمن فقط، بل عن مستقبل الخليج وعن مستقبل الأمة العربية. يتصدون للمشروع الصفوي الإيراني
بأجسادهم، وبالتالي فإنه لزاما على الخليجيين أن يكون جادين أكثر مما هو قائم الآن حاليا في الدعم، ولا يسمحوا لبعض الأبواق المحسوبة على الإعلام الخليجي والمحسوبة على الإعلام السياسي أو الجانب السياسي الخليجي أن تشوه سمعة اليمنيين أو تستهدف بعض الأطراف السياسية اليمنية وتصدق عند أصحاب القرار السياسي في الخليج. طيب يعني لنتحدث عن الإنسان في تهامة بشكل عام، كيف تصف الأوضاع الإنسانية هناك يعني وفق غياب إلى حد ما لفعاليات الدولة الرسمية بشكل عام، وجود الميليشيات وما تصفه بعدم وجود للتحالف أو دعم للتحالف؟ حقيقة أخي وجيه، يعني في تهامة هناك ما يمكن تسميته بالكوارث الإنسانية وليس بالكارثة الإنسانية، هناك انعدام شبه كلي للخدمات، شبه كلي كذلك مش شبه كلي للخدمات، لا مياه لا كهرباء لا خدمات يعني متوفرة مثل الناس، المحروقات يعني حقوق الشعب تباع على الشعب في السوق السوداء وبالمفتوح. دعني من هذا المنبر كذلك أن أحيي مسيرة الكويت إلى جانبكم اليوم لأول مرة، تنزل إلى جزيرة كمران وتوزع 500 سلة غذائية اليوم أو أمس. نحن بحاجة إلى أن تكون هناك يعني نزول ميداني نترافق مع الأداء العسكري، نزول ميداني للاهتمام بالإنسان، ليس في اتهامة فقط بل لليمن كله. هناك يعني كثير من الصيادين من فقدوا قواربهم نتيجة يعني غارات يعني طيران خاطئة، هناك عشرات القوارب التي حرقت وخسر الناس معها عشرات الملايين من الريالات التي دفعوها من أموالهم الخاصة. هو ربما ملف كبير ومثير للجدل، هل تم تعويض هؤلاء الصيادين؟ لم يتم حتى إسعافهم بما يسد رمقهم المعيشي. أنا أتمنى من هذا المنبر أن يركز مركز الملك سلمان الإغاثي واليونيسف والصليب الدولي وكل المنظمات الإغاثية الإنسانية، هناك مبادرات شبابية رائعة جدا، وأنا أوجه لهم الشكر هنا من أبناء محافظة الحديدة، من أبناء محافظة مجاورة، يقوم ببعض الجهود العادية مثل الإسعاف بواية ماء، مثل الإسعاف بسلة غذاء، لكن الناس بحاجة إلى من يسد الرمق الحقيقي للبقاء على قيد الحياة. الحوثيين يعني يستنزفون دم الشعب ورزقه كذلك، هناك لجان قباية حتى على الحلاقين، حتى على الذي أصحاب البساطات العادية الذين يبيعون الخضروات اليومية، هناك نظام قباية بشكل يومي في اتهامه، هناك من يقلد الإنسان التهامي هناك يعني بالجباية وبالاستبداد كذلك، إما أن تدفع وإما يهددوك أو أن سيذهبوا بابنك أو ولدك أو أخيك إلى الجبهة. ثم وهناك كذلك تجارة الابتزاز بالسجن والاعتقال، يعتقلون بعض الشباب على أساس أنه أسرته تدفع بعض الفلوس. دعني أحيي من هذا المكان، يعني من هذا المكان كذلك قيادة المقاومة الوطنية في اتهامة كذلك، الذين نفذوا في يناير الماضي أكثر من 51 عملية، هناك عمل محترم تقوم به المقاومة الاتهامية في إطار منفصل عن المقاومة العسكرية وبتنسيق غير معلن. ربما هناك يعني عمليات عسكرية يومية ترهب الحوثيين، تتبع تكتيك اضرب واخرب، لأن المواجهة في اتهامة شيء يعني المقاومة لا تمتلك السلاح حتى لتواجه وجه هناك ضعف في الإمكانات كما هو الضعف في الجانب الدعم الإنساني. بحاجة نحن طيب إلى كثير من الاهتمام. بالحديث عن المركز الملك سلمان، هل بعلمك هناك أي تواصل مع هذا المركز يعني تفعيل الدعم الإغاثي بالمحافظة بالحديدة؟ أنا سألت بعض المسؤولين وأكدوا لي بأن هناك تواصل مع سواء مع ملك الملك مع مركز الملك سلمان أو مع اليونيسف كذلك، لكن للأسف الشديد القيادة المؤتمرية، وأنا هنا باسم شباب باسم شباب اتهامة كلهم أحمل قيادة المؤتمر الشعبي العام خاصة على مستوى رؤساء الفروع في المديريات كلها المسؤولية الإنسانية والأخلاقية في التسهيل لارتكاب كافة الممارسات اللا أخلاقية في اتهامة، بدءا بوصول الميليشيا وصولا إلى امتصاص دم الناس من أرزاق وبالزق بشباب اتهامة يعني في 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 صفوف الحوثيين. المؤتمر الشعبي العام كحزب يتحمل مسؤولية أن ينظف نفسه من هؤلاء ويعلن براءته منهم، وإلا فإن اتهام غريمها الحوثي والمؤتمر الشعبي العام باختصار. إذن أشكرك أستاذ وديع على حضورك اليوم معنا، شكرا جزيلا حياكم الله. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل، إلى حلقة جديدة وإلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.